هنا نتحدث عن الكتابة. فالكتابة من وجهة نظري أرى أنها تتربع في أعلى البرج هناك، ولا يصل إليها سوى من يستطيع ترجمة الحياة، ولا يسقط من الأعلى سوى الضعفاء، لأن الكتابة لا تتخلى إلا عن الضعفاء الانتهازيين، في حين أنها تمجد كل من يبقى وفيا لها. اسمي محمد الملوكي، من مواليد 99 و900 وألف، أصولي من تارودانت وبالضبط مدينة أولاد برحيل، طالب بكلية الشريعة والقانون بأيت ملول في سنتي الثانية، صاحب كتاب العيش الحافي. ولأن الواقع لم يشفي غليلي فقد التجأت إلى الكتابة، وارتبطت بقضية العالم الثالث من أجل تصوير واقعنا المعيشي والانخراط بإيجابية في قضايا المجتمع المغربي، والكتابة على خلفيات مشروع أكاد أقول عنه أنه مشروع تنويري يحضر فيه مثلا سؤال الذات والحرية والكرامة والبطالة والفقر والحاجة وتفوت الطبقات والجريمة وزعزعة الإطمئنان الزائف في حياتنا وفي معيشتنا. وهنا اقتبست عنواني العيش الحافي، والذي يضم 20 قصة وثلاث خواطر، وكل قصة تعالج موضوعا معينا. بالنسبة للمقارنة، ربما ليست هناك أي مقارنة، خصوصا وأن محمد شكري كاتب وفخامة اسمه تكفي، بيد أن هناك مقاربات من خلال عنوان الخبز الحافي والعيش الحافي. فهناك محمد شكري كما قلت مسبقا هو نبي الجوع، وتحدث عن الجوع وعن معاناته في طفولته، وأنا تحدثت عن العيش، أي عن الحياة المعيشية الحافية والتي يعيشها معظم الطبقات الثالثة المسحوقين، هم من يدركون هذه العيشة. أولا، لعلاقة وطيدة بأدب الهوامش، وما زلت أتذكر أول 5 كتاب قرأت لهم في بدايتي، وعلى رأسهم نبي الجوع محمد شكري. قرأت له الخبز الحافي وزمن الأخطاء والسوق الداخلي والخيمة ومجنون الورد ورسائله مع محمد بن رادة ورد ورماد. وقرأت أيضا لأستاذي السيد كريم بلد أوان الحب أوان الحرب، ولمحمد، وقرأت أيضا لمحمد زفزاف وللكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، كما قرأت لعميد الأدب العربي طه حسين، ولعدة كتاب آخرون عربيون، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأتقدم بجزيل الشكر لوالدي ولوالدي الحاج عمر الملوكي، وتقدم بجزيل الشكر لأصدقائي ولكل من ساندني، وخصوصا أبناء مدينة أولاد برحيل. وأشكر جريدة أشواق على هذا اللقاء المبارك والرائع، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينال إعجابكم، وأعتذر منكم إن ورد مني أي تقصير أو خلل، فالكمال لله سبحانه وتعالى، وأعيدكم بالأحسن والأفضل في قادم اللقاءات والأعمال الأدبية المقبلة إن شاء الله.